عسلام ومرحبا بكم. دونك في الفيديو هذا باش نتعلموا حاجه مزيانه برشا برشا اللي هي البوزيشن. بوزيشن حاجه في السي اس اس ديما استعملوها في لي تمبليت نتاعنا وبريسك من الحاجات معناها اللي تريز امبورطون ونستحقوا لها ديما. دونك خليكم معانا بعد الانترو ان شاء الله نتعلموا كيفاش نعملوا البوزيشن. دونك كيما تشوفوا مع بعضنا عندنا ان اليمون 1 2 دونك ماهمش حاجه كبيره. دونك هذا الوان عطيني باك جراوند ويث وتكست لاين وبادينغ على لي 4 فاس. دونك عندنا هنا دو ديف وكل شيء. دونك البوزيشن عطينا توا هنا البوزيشن عندها 5 فالور. اوكي عندها الفالور الاول اللي هو خليني نعمل زوم باش توضح للناس الكل. دونك عندها البوزيشن بروبريتي بوزيشن عندها لا بروميير فالور ستاتيك. دونك كان نجي للوان ونقولوا بوزيشن ستاتيك بوزيشن ستاتيك باغ ديفو هي باغ ديفو. اما انا كان نحطها في الوان ستاتيك اوكي ونعمل كنترول اس نرجع اوكي ما صار حتى شيء. دونك كان نجي لهنا نسبكتي لي مون ونحاول باش نمشي للوان ونعمل له مثلا نقولوا مارجين توب اوكي ولا مارجين بوتوم. مارجين بوتوم اوكي مارجين بوتوم بار اكزومبل نعطيه 20 بيكسل 20 بيكسل اوكي ما تمشيش اوكي الوان ما يتحركش الوان ما يتحركش ولا كان نقولوا هو بيدو العنصر هو بيدو باش يهبط نقولوا توب مثلا توب مثلا ما عرفش انا 30 بيكسل اوكي 30 بيكسل العنصر ما يتحركش. دونك نجربوا لهنا نقولوا نقولوا ليفت بار اكزومبل ناحية بوزيشن ستاتيك اوكي ونقولوا ليفت ليفت اوكي نعطيه مثلا نعطيه 35 بيكسل اوكي 35 بيكسل غلطت عملت انريجستري. دونك 35 بيكسل نزيد في الفالور نتاعنا ما صار حتى شيء. علاش؟ خاطر هاكا فسخ لي بوزيشن ستاتيك. خاطر كي تعمل بوزيشن ستاتيك ما يتحركش العنصر الجمله يبقى في بلاصتو وما يتحركش. دونك نمشيو نجربو هذه بوزيشن ستاتيك باغ ديفو تعلمناه. دونك نمشيو نعملو مش ستاتيك نقولو له ريلاتيف اوكي بوزيشن ريلاتيف ونشوفو شنو يصير. دونك نعملو كنترول اس نرجع على رواحنا ما صار حتى شيء. اما مع البوزيشن ريلاتيف كي نجي نقولو مثلا بوتم راك باش تمشي بوتم مثلا 30 بيكسل اوكي تعمل هكايا. دونك خذيه من البوتم 30 بيكسل اوكي. دونك وكان نحبو ياخذ مثلا يهبط لوتا من هنا ما عادش نخلي البوتم من ناحيه. دونك نقولو توب اوكي توب مثلا 50 بيكسل. لو تشوفوا كيفاش ديما نقعد نعملو ريجستري هاكا الوان هبط اوكي الوان هبط ولا فوق التو اوكي. دونك يتحرك العنصر مع البوزيشن ريلاتيف يتحرك العنصر وكل شيء. دونك نجم نقول له بوتم 50 بيكسل وليفت اوكي وليفت 40 بيكسل فوالا 40 بيكسل هاو كتحرك الوان وكل شيء. دونك بالبوزيشن ريلاتيف نجم نحرك العنصر معناها على روحه على نفسه يتحرك اوكي. دونك ما يقلقش هو يتحرك وحده. دونك كان يجي الناحية هذوما الكل ونقول له مثلا بار اكزومبل نقول له مارجين اوكي مارجين نقول له مثلا 50 بيكسل اوكي 50 بيكسل ونبدا نزيد هاك العنصر يتحرك على روحه اوكي. صحيح التو يتحرك اما على خاطر الورك فلو نتاع العنصر هذي فوالا مع المارجين يتحرك واحد اوكي. دونك هذه هي البوزيشن ريلاتيف كيفاش تخلينا نتحكموا في العنصر وكل شيء. دونك كان نمشيو هنا نبدلو البوزيشن ريلاتيف بالبوزيشن ابسولوت اوكي. نجي هنا نقولوا الوان هذه حطوا بوزيشن ابسولوت ابسولوت ب ونجي نقولوا ليفت
خلينا نجربوها على نافيغاتور خير. باهي بوزيشن ابسولوت شنو تعمل؟ جي ال1 معناها ال1 جي هكايا كاين وين تو تو وين ما فماش. دونك كي نجي لهنا انا ونقول له مثلا ليفت اوكي ليفت 60 بيكسل فوالا 60 بيكسل فوالا بعد ال1 جي في بلاصتو تو. اش معناها البوزيشن ابسولوت؟ تخرج العنصر من الورك فلو كأنك انت شديت الوان الوان هذيك العنصر كل وخرجته من الكرون تاع البي سي اوكي. دونك طلع في بلاصتو تو وحسبه ماهوش موجود. دونك الوان كي تحسب ماهوش موجود كي طلع في بلاصتو تو غطى عليه ولا ولي كان الوان باين اللي هو نورمالمون في الصفحه في البادي ما يحسبوش موجود الوان يخرج من الورك فلو اوكي. قلت لك كاينك شديت العنصر وان وخرجته من الكرون تاع البي سي يتنحى كل شيء. دونك يبقى لك العنصر هو اللي واضح هو اللي ظاهر كل شيء. دونك هذه البوزيشن ابسولوت شنو تعمل؟ دونك كان نقول له انا توا باتم بار اكزومبل زيرو باش يهبط لوطا اوكي. هبط لوطا هنا بناء على البادي باش ياخذ على البادي نحي علينا الليفت هذه فوالا هاك هبطت. ونقول له هنا توا نقول له نزيد نقول له رايت زيرو فوالا ياخذ لي ديما على البادي البارون نتاعو هو البادي هذا الكل ويخرج من الورك فلو تحرك على روحه. دونك هذه نجمو نحركو به لي ليمون نتاعنا في اللي تمبليت صعاب وكل شيء. دونك نتحكمو فيه قد ما نحبو نحن اوكي. خلينا نعملو ان ديف بارون نقولو له بارنت اوكي وخليها هكاك. دونك نجي لهنا نعمل اونجستري نجي اون ديفين بارنت ونعطيها دونك نعطيها الباك جراوند كولر نعطيها باك جراوند كولر بلو اوكي نعطيها بلو باك جراوند كولر. نعطيها الهايت نعطيها مثلا بار اكزومبل نعطيها دوبون 500 بيكسل واللويز نعطيها 500 بيكسل اوكي 500 بيكسل فوالا. ونشوف العنصر بارون كيفاش يظهر لي. دونك نعمل هكا فوالا جي خلينا نحيو هذه ابسولوت نحيوها من العنصر وان خلينا نشوفوا الحكايه كيفاش تصير. فوالا ظهر الوان والتو وظهر العنصر نتاعنا اللي حطيناه الديف اوكي باهي. دونك انا شنو باش نعمل؟ باش نجيب الوان في وسط التو سامحوني باش نجيب الوان في وسط البلو هذا العنصر بارنت انا سميته بارنت اوكي. ونحب الوان يتحرك على حساب انه هذايا الازرق نتاعو هذايا هو البارون نتاعو هذايا هو البودي نتاعو اوكي ما يخرجش. دونك شنو انا اوكي دونك نمشي للهاش يمين نتاعي دونك نجيب العنصر 1 دونك العنصر 1 هذا نجيبو كنترول اكس نجي في وسط البارون ونحط العنصر نتاعي اوكي كنترول اس نجي لهنا نعمل هكا حاجه عاديه ومريقله وامورها واضحه. دونك انا كنحب كي نعمل مثلا كنحب كي نعمل الباتم نعمل باتم زيرو يجيني لهنا في الاخر مش كيما قبيله يجيني لهنا. دونك اجا نجرب انا كان نشد العنصر 1 نتاعي فوالا العنصر 1 نتاعي ونحط نقول له مثلا باتم زيرو اوكي ونجرب اعطيه بوزيشن ابسولوت نتاعو ابسولوت وبوتم زيرو. اش عمل؟ جي خذا البارون نتاعو اللي هو البادي خذا البارون اللي هو البادي اوكي. معناها الازرق هذايا ما حسبوش بارون انا نحبو يحسبو بارون ويجيني للاخر نتاع الازرق هكا هو ما يمشيليش لهنا للاخر الصفحه اوكي. دونك شنو نعمل؟ نمشي لك البارون هذاك البارون هذيك فوالا ونعطيه بوزيشن ريلاتيف فوالا.
كي يبدا ان بارون بوزيشن ريلاتيف و ان انفون بوزيشن ابسولوت يتحرك لونفون يتحرك لونفون في في مثلا مثلا على حساب البارون. خلينا نرجعوا لهنا البوزيشن ابسولوت ابسولوت فوالا كنترول اس اوكي 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 عملنا هذا ريلاتيف وهذا الوان ابسولوت. دونك انا كان نجي للوان هنا ونقول له بوتوم توا زيرو تو تشوفوا يجي في ال في البارتي هذه ما يفوتش البارون تاعو بوتوم زيرو. ها جاء في البارتي هذه تراه نزيد نجر ونقول له نقول له رايت زيرو. ها رايت زيرو اوكي ها اوكي ما فاتش البارون تاعو حسب بهذا علاش خاطر البارون ماخذ بوزيشن ريلاتيف والانفون ماخذ بوزيشن ابسولوت. اوكي دونك هذايا باش نتحكموا في عنصر في وسط عنصر. دونك نجيو توا للفيكسد. اوكي نجيو للفيكسد نجيو نراجعوا امورنا لهنا. دونك الفيكسد نمشيو نعملو ان سكرول في الصفحه نتاعنا جوست ان سكرول باش نوريكم كيفاش يتفكس لي ليمو وحده. دونك نقولوا له في البودي لهنا نقولوا له مينيموم هايت مينيموم هايت نعطيوها 5000 بيكسل بار اكزومبل باش نعملوا سكرول نتاعنا نعملوا ريفريش فوالا هكا ولا عندنا سكرول وعندنا مينيموم هايت 5 بيكسل. اوكي دونك خلينا نرجعوا الوان هذايا نرجعوه في بلاستو ونحيو البارون هذاك سايي ما عادش نستحقوا له. دونك تعلمنا بيه كل شيء. دونك نعمل كنترول اس نمشي نحي البارون من هنا. اوكي دونك كنترول اس ونرجع. دونك فوالا عندنا الوان والتو وعندنا الوان اللي هو بوزيشن ابسولوت. نجي مثلا انا لهنا نقولوا بوتوم زيرو. اوكي بوتوم زيرو خذاه لهنا خذاه على البادي. اوكي نجي نقولوا رايت رايت زيرو زد رايت زيرو. اوكي هاك خذيه على البال. اما كي نعمل هك يختفي العنصر. اوكي معاش يظهر. بينما كي نمشي بوزيشن ابسولوت ونقولوا راهو شو ماهوش ابسولوت نحبو فيكسد. اوكي فيكسد فوالا شنو يصير نهبط ترى نهبط مزال مزال ما يختفيش العنصر يبقى فيكس. اوكي هذه تفكرنا بك البوتون اللي لوتا اللي تبدا في سيت مثلا تبدا انت تاب 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 برشا كي تنزل على البوتون هكا تبقى ديما فيكس. هذه كي تنزل عليها دونك تطلع تطلعك الفوق. اوكي هذه الفيكس دونك الطريقه والليدي نتاع الفيكس كيفاش تخدم. اوكي دونك شنو بقى لنا. دونك عملنا ستاتيك ريليتيف ابسولوت فيكسد توا بقى لنا ستيكي. ستيكي هذه حاجه اخرى. دونك خلينا نمشيو لها اتش تي ام ال نبدلو في الكونتينيو نتاعنا باش نفهمو ستيكي مليح مليح. دونك كان ناخذو اون باراغراف بي وعندها مثلا لوريم دو لوريم دو مثلا 200. اوكي اوكي خلينا نعملو ريفريش فوالا. دونك عندنا لي باراغراف نتاعنا وعندنا الديف نتاعنا اللي هي ستيكي هنا بسكرول نمشي معاش معناها تختفي امورها واضحه. دونك كان نمشي لليمون نتاعنا ونقول له بوزيشن ستيكي بوزيشن ستيكي. اوكي بوزيشن ستيكي لازمني نعطيه ان فالور وين باش يوقف. اوكي وين باش يوقف نجي هنا نقول له باش يوقف راهو في التوب زيرو في التوب زيرو ويوقف لي ليمون. حتى نشوفوا بالريزلتا اش معناها في التوب زيرو ويوقف لي ليمون. دونك كي نجي نعمل ريفريش اوكي دونك ولهنا لي باراغراف عسوا معايا شوف معايا شنو باش يصير. ستيكي فوالا جا في التوب زيرو من فوق زيرو وقف لي ليمون. اوكي هذه يعملوها في الناف بار ويعملوها في برشا حاجات. دونك راكم تشوفوا هكا دونك وقف زيرو ما نحبوش انا في الزيرو نقولوا ابعد شويه على الباج حطوا 20 بيكسل. اوكي 20 بيكسل نعملوا ريفريش. دونك عمل هكا هو هابط هابط لقى لي مو هكاك انا في بار ولا حاجه تاك فوالا وقف هكاك وبقات الدنيا الكل مريكل. دونك تعلمنا مع بعضنا اليوم اهم بروبريتي واحلى وازم بروبريتي في سي اس اس اللي هي بوزيشن.
ستاتيك ما يتحركش جملة، ريلاتيف نحرك والعنصر يتحرك على روحه معناها وحده، الابسولوت معناها يخرج من الورك فلو وتحرك كما تحب، الفيكسد معناها عنصر فيكس وكي تعمل سكرول يبقى فيكسد وكل شيء ما ديما ديما يبقى ظاهر، وستيكي نتحكم فيه كي نتحرك، هذه كانوا قبل يعملوها بجافا سكريبت توا ولات سهله بسي اس اس وخير واحسن. دونك نكونوا هنا تعلمنا البوزيشن واللي فالور نتاعها. خليكم معنا في الفيديوهات الجايين ان شاء الله، مازلنا نتعلموا برشا حاجات. على بروشين.